بحلول عام 2050 سيصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية بنسبة 50%. لتلبية هذا الطلب العالمي المتزايد على الغذاء يجب زيادة الإنتاج الزراعي، ولكن دون استنزاف للموارد النادرة مثل الأرض والمياه. يستهلك الإنتاج الزراعي أكثر من 70% من مياه العالم بشكل أساسي للري. مع انخفاض كفاءة استخدام المياه عن 50%، فإن التحدي يكمن في ضمان الإنتاج الزراعي الكافي مع تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام مياه الري. تقدم ممارسات الري المتوافقة مع المناخ مثل مراقبة رطوبة التربة تحسينات للمساعدة في مواجهة هذا التحدي وضمان توفرها للأجيال القادمة. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر استخدام أجهزة قياس الرطوبة معلومات مهمة لمساعدة المزارعين على تحديد وقت وكمية الري. ومع ذلك، فإن القياس الدقيق لرطوبة التربة حتى على نطاق الحقل يتطلب عدداً كبيراً من أجهزة القياس، والتي من الممكن أن تزيد التكلفة. على الجانب الآخر، يمكن لأقمار الاستشعار عن بعد قياس رطوبة التربة على نطاق واسع جداً، ولكنها غالباً ما تكون كبيرة جداً للأغراض الزراعية. ولكن بين هذين المقياسين، جهاز استشعار نيوترونات الأشعة الكونية يغطي هذه الفجوة، فهو يقيس رطوبة التربة على النطاق الحقلي والمناظري، مع ميزة إضافية تتمثل في أنه لا يؤثر على العمليات الزراعية في الحقل. فيما يلي طريقة عمله: تتفاعل الأشعة الكونية القادمة مع عناصر الغلاف الجوي للأرض، وتنتج نيوترونات سريعة عالية الطاقة تخترق التربة ثم تنتشر مرة أخرى في الغلاف الجوي. تفقد هذه النيوترونات المبعثرة الطاقة بسبب الاصطدام بذرات الهيدروجين بشكل أساسي، والتي تأتي في الغالب من رطوبة التربة، وتصبح نيوترونات منخفضة الطاقة. يقيس جهاز استشعار نيوترونات الأشعة الكونية هذه النيوترونات منخفضة الطاقة بالقرب من سطح التربة. نظراً لأن النيوترونات موزعة مكانياً وتنتشر عبر مسافات كبيرة في الهواء، فيمكنها مراقبة رطوبة التربة على مساحات شاسعة. يعمل القسم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية FAO IAEA مع علماء في العديد من الدول الأعضاء لإدخال استخدام أجهزة استشعار نيوترونات الأشعة الكونية لإدارة المياه الزراعية بكفاءة على المستويين الحقلي والمناظر الطبيعية. يعد استخدام هذه الأجهزة أمراً ضرورياً للتحقق من صحة تنبؤات صور الاستشعار عن بعد للري، وإدارة الجفاف لتطوير الممارسات الزراعية المتوافقة مع المناخ، والتي تعزز الأمن الغذائي العالمي.